بسم الله، نبدأ محاضرة الهاند بيرن. الهاند بقى يعني دي حاجة مهمة جدا جدا بقى في البيرن عموما. هنبتدي نراجع بسرعة الحاجات بتاعة الأناتومي القديمة قوي. يعني الهاند مثلا كان الريست هنا بيبقى ما بين الريديس والألنا وبين الكاربال بونز، بعد كده الكاربو ميتاكاربال جوينت، بعد كده الميتاكاربال بون ما بينها وما بين البروكسيمال فالانكس في الميتاكاربو فالانجيال جوينت، بعد كده في البروكسيمال انتر فالانجيال جوينت ما بين البروكسيمال فالانكس والانترميديت فالانكس، والديستال انتر فالانجيال جوينت ما بين الانترميديت فالانكس والديستال فالانكس. في الصنب هو الوحيد اللي فيه تو فالانجيز، فعنده ميتاكاربو فالانجيال جوينت وانتر فالانجيال جوينت بس. والبارتس بتاعت الفالانجيز، الأجزاء بتاعت الفالانجيز، أنا عندي الديستال فالانكس أهو فيه تافت وشافت وبيز، والميدل هيد وشافت وبيز، والبروكسيمال فالانكس هيد وشافت وفيس. يعني عشان لما يجي يقول بعد كده هيد اوف بروكسيمال فالانكس نبقى عارفين ان الهيد هي الجزء ده وده البيز، يعني البيز هو اللي تحت كده والهيد هو اللي فوق، ودي الجوينتس زي ما احنا لسه كنا قايلينها. في حاجة اسمها اكستنسور ميكانيزم. اكستنسور ميكانيزم لو تفتكروا في الاناتومي كان عندنا هنا في اكستنسور ديجيتورم مصل او اكستنسور ديجيتورم كوميونس، اللاين اوف اكشن بتاعها اهو، وفي حاجه اتاشد فيها اللي هي الانترنسيك ماسلز اللي هي الانتر اوسيوس اند لامبريكال ماسلز. زي ما احنا شايفين هنا الانتر اوسيوس انسرتد في الاكستنسور ديجيتورم تندون، وكذلك اللامبريكال ماسل، واللامبريكال اصلا ما بين ايه تو ماسلز الانتر اوسيوس ما بين بون وما بين الاكستنسور جي تور. اللاين اوف اكشن بتاع الانتر اوسيوس واللامبريكال اهو، يبقى هي ايه بدل ما بتشد كده يبقى بتعمل اكستنشن في الجوينت الجميل ده اسمه ايه، اسمه بروكسيمال انتر فالانجيال جوينت، وبما انها بتعمل الاكستنشن هنا يبقى هتعمل فليكشن هنا. واللاين اوف اكشن بتاع الاكستنسور ديجيتورم اهو زي ما احنا شايفين كده في الدايركشن ده. دي حاجة بس ايه عشان هنبتدي نقول ديفورمتيز وكده، فلازم نفتكر الاساس ده. ده دورسال انتر اوسيوس ماسلز اهي، في دورسال وفي بالمر، فور دورسال وثري بالمر انتر اوسيوس ماسل. الفور دورسال دول بيعملوا ابدكشن في الفينجرز، انما الثري بالمر بيعملوا ادكشن في الفينجرز. الهاند فيها 3 ارشز، فيها 3 ارشز، بروكسيمال اللي هو الريجيد او الفيكسد ارش، واللونجيتيودينال والديستال، الاثنين دول ايه موبايل ارشز. الارشز بتاعت الهاند ايه وظيفتها اصلا؟ هي عشان تعمل بالانس ما بين ستابيليتي اند موبيليتي اوف ذا هاند. عشان اعمل هاند جراسب، عشان اقدر اعمل هاند جراسب محتاجه ان يكون في ارشز اتحرك عليها، في ارش يبقى فيكسد فيثبت لي، وارش تاني موبايل فيحرك لي الفينجرز مع الهاند فيدي شكل الجراسب. فعندي مثلا جراسبس كتيرة، في سلندريكال، في تيب، في هوك، في اللي هي الجراسب البالمر دي بتاعت اللقمة اللي هما التلات صوابع مع بعض، في السفيريكال جراسب، في لاترال، وطبعا في أنواع كتيرة من الجراسبس موجودين هم في الباوربوينت. ريستنج هاند باترن بقى، طب الهاند بتبقى ريستد امتى او شكلها ايه وهي ريستد؟ لو انا حطيت ايدي، كلنا نحط ايدينا جنبنا كده ونخليها هانجنج، نخلي ايدينا هانج لوزلي كده ات ذا سايد، هنلاقي ان الهاند من قدام لو حد بصلها يعني بالفيو ده هيشوفها انها في ميد بوزيشن، هيحس ان الهاند في ميد بوزيشن. لكن لو بصيت لها كده من الجنب هلاقي كأن الميتاكاربال بونز عاملة سنة اكستنشن كده. وبالفعل لو احنا خدنا الاكسس اللي ماشي من الفور ارم اكستندد فور ارم اكسس، وخدنا معاه لاين بتاع الميتاكاربال بون، هنلاقي ان في 35 درجة اكستنشن ما بينهم.
ده كده اسمه resting head button. نقولها عشان بس ايه نبقى عارفين ايه الحاجة اللي بتخلي resting دي. دايما لما نقول resting بتبقى معناها ايه؟ معناها ايه دكاترة؟ لما بقول resting hand pattern دي، resting دي معناها ايه في البايوميكانكس؟ اريح صوتي سنة. طيب اي حاجة. انتم متابعين ولا خدتوا ريست؟ موجودين. طيب يا دكتورة سلمى، ريستنج هاند باترن، لما اقول ان الجوينت ده ريستد، ريستنج هاند باترن ده ايه؟ احسن وظيفة وان باك اوبن باك او ريلاكس. اه بالظبط كده، اللي هو الاستراكشرز، الجوينت كبسول والليجامنت والماسلز، كل حاجه بتبقى ايه في البوزيشن اللي هي ريلاكسد فيه، مفيش ستريتش او تنشن على اي حاجه من الاستراكشرز الاراوند الجوينت. طيب سكين اوف ذا هاند، السكين هنبص عليه في كذا حاجه. انهو سك بالنسبه للثيكنس، هنا الجدول يمكن مقلوب بس هو يعني المفروض ان الجزء ده هو الشمال. الثيكنس انهو ثيك هيبقى طبعا البالمر، انما الدورسال ثين. انهو هيري الدورسال، لكن البالمر هيرلس. انهو بلايبل الدورسال. انهو مور موبايل الدورسال. فالكاركترستكس دي برضو تبقى في دماغنا. الهاند از كومن سايت اوف بيرن لان هي بروتكت ذا فيس وين سبجكت تو بيرن. زي ما قلت لكم في الاول، انا عندي الفيشيال والنيك بيرن والهاند بيرن، الثلاثه دول حاجات كومن وفي نفس الوقت السايت بتاعها اللوكيشن بتاعها امبورتنت جدا. لو حصل فيه بيرن هيبقى البيشنت ان بيشنت. فالهاند برضو دي كومن سايت جدا. ليه بقى؟ لانها هي كمان اللي بتحمي الفيس. يعني مثلا اول ما يبقى فيه فليم انجري، اي حد يصدم كده صدمه مفاجاه ان في حرق في وشه، يعني مش في وشه، يعني شايف حرق قدامه، فهيروح جايب ايديه على طول يحمي بيها ايه وشه. فدايما الدورسال هاند بيرن بالذات، عشان خاطر احنا بنحط ايدينا على وشنا كده، الدورسال هو اللي بيبقى سبجكتد تو اوتسايد. دايما الدورسال هاند بيرن هو اكتر حاجه، او السيركمفرنشال، يبقى دورسال او سيركمفرنشال. Even if small area injured on the hand it affects its function. حتى لو جزء صغير هيأثر على الفانكشن. الثامب والاندكس بالذات 70% من الهاند فانكشن. لو حصل مشكلة في الثامب والاندكس نخاف جدا، لأنها حوالي 70% من الهاند فانكشن. اللوكيشن بتاع البيرن most common circumferential maybe dorsal or palmar. يعني أكتر حاجة كومن هي من شوية قلت لكم هي dorsal أكتر حاجة، بس هي يعني هنقول circumferential. Caused by thermal burn من 7 أو 5% باي إلكتريكال بيرن. 90% دي ثيرمال بيرن. هو مقلوب الكلام مقلوب، بس هي 90% ثيرمال بيرن ومن 7 أو 5% باي إلكتريكال بيرن. وأكتر يعني أكتر أشخاص بيحصل لهم الهاند بيرن هما التشيلدرن. هما التشيلدرن عموما أكتر حد بيحصل له بيرن عموما. يعني ال anticipated problems after hand burn. طيب after اي burn بيحصل ايه؟ post burn edema. في الهاند burn بقى دي حاجة، بس يعني في الايديما بتاعت الهاند مهمة جدا. عندي مثلا بيحصل اول حاجة vascular permeability بتزيد. ليه ال vascular permeability بتزيد؟ نتيجة ايه؟ اللي بيزود ال vascular permeability after burn، انتوا خدتوا بقى ال complications بتاعت ال burn كلها، medicine و PT وكل حاجة. ايه اللي بيزود الفاسكولار بيرميبيليتي؟ مفيش جلد. يعني فيسيولوجيكالي ايه اللي بيحصل في الجسم من جوه؟ بيحصل ريليز. يعني دلوقتي في ستريس هرمونز، كل ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الريليز اوف ستريس هرمونز. الستريس هرمونز بتعمل استيميوليشن او تريجرنج للسيتوكاينز والهيستامين.
والهيستامين على طول بيعمل استيميليشن او بيعمل بيزود البورز وبيعمل بيزود الفاسكولار بيرميبلتي. هي الحاجات اللي انتوا قلتوها دي نتيجه ريليز اوف ايه اوف سم ميدييتورز، يعني في ميدييتورز معينه هي اللي عملت الكلام ده كله، فبيزيد الفاسكولار بيرميبلتي ويحصل شيفتنج للفلويد تو اكسترا فاسكولار سبيس، فيحصل اديمه وتفضل تزيد within 72 hours، عند يعني البيك بتاعها تقريبا بيبقى بين 48 ساعة على 72 يوم، اليوم التاني والتالت دول بيبقوا البيك بتاع الإديمة. And the pressure within hand compartments، هيزيد البريشر. Excessive intercompartmental hand and forearm pressure هتعمل impairment للإيه؟ للأرتريز والفينز والليمفاتيك فيسلز. فاحنا لازم نعمل ايه بقى؟ مونيتورنج للراديال والالنر والبالمر ارش بالسز، لازم كل شويه نشوف البالس بتاعت البيشنت اخبارها ايه. اثناء ما انا بعمل جلسه العلاج الطبيعي لازم اتابع الحاجات دي، لان البيشنت بيبقى في دريسنج في الان بيشنت، الناس اللي بتشتغل في قسم الحروق مثلا قسم 8 او ام المصريين وبتدخل تعمل جلسات اكسرسايز للبيشنت او بوزيشننج وسبلنتنج والكلام ده كله، لازم يعملوا مونيتورنج دايما للريديال بالس، ولازم يشوفوا هل في بيلنس في الفينجرز ولا لا. طيب باي دايركت بالبيشن بالطريقه العاديه اللي هي البالبيشن او بالليزر دوبلر الترا ساوند، بس مش دوبلر الترا ساوند فلومتر. تمام ليه؟ عشان ممكن يكون البيشنت فيه دريسنج فانا مش هقدر اوصل له بالدايركت بالبيشن، فبستخدم الدوبلر الترا ساوند فلوميتر. ايه الساينز بقى بتاعت الكومبارتمنت سيندروم؟ انتوا اكيد عارفين في ساينز معينه بتحصل بتقول لي دلوقتي ان في فاسكولار انسفيشنسي. واحد ايه رقم واحد؟ يعني انا يمكن قلت حاجتين منهم، قلت ان في بيلنس وقلت ان reduced pulse. في ايه تاني؟ pulselessness. وايه تاني؟ numbness او paresthesia، يعني اي sensory بقى paresthesia. pain بالظبط، pain و paresthesia و numbness. color change اللي هو هيتشينج بقى لإيه بقى؟ هيبقى يا إما بيل يا إما بلو بقى، يعني هيبقى فيه مزرق كده أو بيل. الإديمة هي السبب بقى، الإديمة هي السبب. إيه تاني؟ الكابيلاري فيلينج، الكابيلاري بيد فيلينج هنلاقيه إيه؟ هنلاقيه قل، والانترنسيك مصر ممكن يحصل فيها كونتراكشرز. يعني تقريبا انتوا قلتوا كل الايه الحاجات، كان فاضل بس هي الكابيلاري فيلينج. طبعا دي اعراض الكومبارتمنت سيندروم المعروفه من بطنه. طب لو انا سسبكت هعمل ايه؟ لو انا شكيت ان في فاسكولار انسفيشنسي، اول حاجه هاليفيت. يعني انا داخله دلوقتي اسم 8، عملت للبيشنت داخله اعمل جلسه، فحسيت كده ان في بيلنس، فحطيت ايدي عند البلس لو هي ظاهرة عشان اعمل بالبيشن، فلقيت ان هو مفيش بلس او البلس ضعيفة جدا، فعلى طول دايركتلي هروح عامله اليفيشن الهاند ويز البو اكستندد، هرفع ايده لفوق والالبو يكون اكستندد. لو في دريسنج او سبلنت هيتشال خالص، مفيش اي سورس اوف كومبريشن ينفع تبقى موجودة. ولو الحمد لله البلس رجعت يبقى خلاص كانت المشكله بسبب الدريسنج او الحاجه دي او البوزيشن ما كانش مظبوط. طيب لو ما رجعتش البلس يبقى لازم نعمل نوتيفيكيشن للسيرجن، نعمل على طول ريفيرال للسيرجن عشان في حاجه اسمها اشر بتحصل نتيجه البرن. ايوه بالظبط، الدكتور بقى السيرجن هيعمل فاشيوتومي او اشارته، يعمل فاشيوتومي او اشارته، عشان هيدخل بقى الفاشيه بتعمل تورنيكيت، بتعمل تورنيكيشن كده يعني حزام، كانها حزام حوالين الايه الستراكشرز، فبتضغط على النيرفز وعلى الارتريز وعلى الفينز وعلى الليمفاتيك فيسل كمان. فبالتالي الدكتور بيعملوا بيشوفوا لو في اشر بيعملوا اشارتومي، لو المشكله في الفاشيه بيعمل فاشيوتومي.
طب لو الإديما not controlled within the first 72 hours غالبا هيحصل stiffening للسوفت تيشو، والتندون جلايد هيفقد، برضه هنفقد التندون جلايد، والتندون جلايد مهم جدا. فبالتالي لما نفقد التندون جلايد هيحصل loss of joint mobility. نتيجة الجوينت موبيليتي طبعا هتبقى لوس نتيجة الاتنين، الستيفنينج بتاع السوفت تيشو واللوس اوف تندون جلايد. كومن بيرن، كومن هاند بيرن ديفورميتي. تاني حاجة بقى، أول حاجة قلناها إيه؟ الإديمة. تاني مشكلة هنلاقيها كومن هاند بيرن ديفورميتي. هنا يعني إيه، بصوا اللي مش مصحصح يغسل وشه كده، عشان الجزئية دي هي يمكن الإيه محتاجة ناس متفوقة كده معايا. لو ما خدتوها في المستشفى هتبقوا فاهمين كويس، يعني تقريبا في موضوع هاند بيرن في المستشفى. اول ديفورميتي بتحصل اسمها ميتاكاربو فالانجيال جوينت هايبر اكستنشن ديفورميتي. ميتاكاربو من اسمها ميتاكاربو فالانجيال جوينت هايبر اكستنشن ديفورميتي، يعني لو عندي دورسال اسبكت اديما، اديما كده في الدورسال بتاع الهاند، تمام، هتاخد السكين لفين؟ هتاخد السكين هتخليه توت ناحية الاكستنشن، فهيروح معاها الميتاكاربو فالانجيال جوينت في اكستنشن هايبر اكستنشن. وبما اننا خدنا في الباي ميكانكس ان اي حاجه تو جوينت ماسل، يعني تندون ماشي اهوت واخد الميتاكاربو فالانجيال جوينت ومعدي على البروكسيمال انترفالانجيال، وكمان هيوصل في الاخر بعد ما يعمل تو لاترال بينز هيوصل عندي للديستال انترفالانجيال، صح؟ فالتندون ده ماشي على تو جوينتس، فبما انه ماشي على تو جوينتس يبقى هيحصل باسيف انسفشنسي تخليه انه يبقى فليكسد على مستوى الايه، بروكسيمال انترفالانجيال جوينت. معايا كده؟ يبقى الاديمه هتسحب الميتاكاربو فالانجيال جوينت في هايبر اكستنشن، وبالتالي بالباسيف انسفشنسي هيحصل بروكسيمال انترفالانجيال جوينت فليكشن، تمام. تاني سبب هو الفلاتنينج اوف ذا اوف ذا سوري تاني نتيجه تاني نتيجه للدورسال اسبكت اديمه، هيحصل فلاتنينج في البالمر ارش. البالمر ارش هنلاقي الارشز اللي احنا قلناها دي هتبقى فلاتند، يعني الجراسب فقدت، بدل ما البالمر ارشز حصل فيها فلاتنينج يبقى الجراسب بقى فيها مشكله. تالت حاجه هتعمل ديستربنس للاكستنسور سيستم ميكانيزم اللي احنا قلناها في الاول. الاكستنسور سيستم ميكانيزم ان احنا زي ما احنا شفنا ان الاكستنسور ديجيتور المصل بتشد ناحيه الاكستنشن، شفنا اللاين بتاعها عامل ازاي. هيجي بقى ديستربنس ليها اللي هو حاجه اسمها كلو هاند بوزيشن. كلو هاند بوزيشن اللي هو انترنسك نيجاتيف بوزيشن، انترنسك نيجاتيف بوزيشن، والهاي انسيدنس بتاعه رينجوليتر. هنقول بقى كلمه انترنسك وكلو هاند دلوقتي، او كلو هاند. الكلو هاند زي ما احنا قلنا في هايبر اكستنشن في الميتاكاربو فالانجيال جوينت وفليكشن في الانتر في البروكسيمال انتر فالانجيال جوينت. ده شكل الكلو هاند، يعني ايه، نركز في الميتاكاربو فالانجيال جوينت اهو والبروكسيمال انتر فالانجيال جوينت، هنا في هايبر اكستنشن وهنا في فليكشن. طيب ايه غير الكلو هاند كنا نقولها، اللي هي الانترنسك ماينس بوزيشن او نيجاتيف بوزيشن. الانترنسك نيجاتيف بوزيشن يعني يمكن كلمه انترنسك نيجاتيف دي مهمه ان احنا نفرقها عن الانترنسك بوزيتيف بوزيشن. احنا قلنا في الاول مش قادره خلاص صوتي بيروح. الانترنسك نيجاتيف بوزيشن ان هو هو البوزيشن بتاع الديفورميتي اللي احنا قلناها دلوقتي، اللي هو الميتاكاربو فالانجيال جوينت في هايبر اكستنشن والبروكسيمال انترفالانجيال جوينت الله يسلمك في فليكشن، تمام. ده اسمه انترنسك نيجاتيف. الانترنسك بوزيتيف بوزيشن او انترنسك بلس احيانا بتاع الانترنسك ماينس وانترنسك بلس، يعني احيانا بتاع الانترنسك بوزيتيف واحيانا بلس واحيانا انترنسك نيجاتيف وانترنسك ماينس، تمام. يعني بلس بلس هي هي بوزيتيف وماينس هي هي نيجاتيف. الانترنسك بوزيتيف بقى بالظبط، الانترنسك بوزيتيف هو السيف بوزيشن، ما هنقوله في التريتمنت. هنا بقى الديفورميتي بتاخد البوزيشن في العكس، بتاخده في النيجاتيف بوزيشن.
السيف بقى بوزيشن ان هو ايه الفليكشن في الميتاكاربوفلانجيال جوينت مع اكستنشن في البروكسيمال انترفلانجيال جوينت. الكلاسيفيكيشن بقى بتاع ايه الجزئيه، طيب اللي ما فهمتهاش، ما فهمتيش كلمه انترنسيك نيجاتيف. انترنسيك نيجاتيف هو الطبيعي او الحاجه اللي هي الفانكشنال او السيف، هي الميتاكاربوفلانجيال جوينت يبقى في فليكشن والانترفلانجيال جوينت يبقى في اكستنشن. وزي ما احنا قلنا في الاول الانترنسيك ماسلز، لو تفتكري في الصوره بتاعه الماسلز في الاول شفتي اللاين بتاع اوف اكشن بتاع الانترنسيك ماسلز اوف ذا هاند اللي هي اللامبريكلز والانتر اوسياي، وهم شابكين في الاكستنسور تندون كده، فهما بياخدوا البروكسيمال انترفرنشال جوينت في اكستنشن، الاكشن بتاعتهم انما ياخدوه في اكستنشن. فعشان كده البوزيتيف بتاعهم، البوزيتيف بتاع انترنسيك بوزيتيف بوزيشن ان هو يبقى البروكسيمال انترفرنشال جوينت في اكستنشن. لكن النيجاتيف العكس، النيجاتيف اللي هي بتاعت الكلو هاند، الكلو هاند بقى اللي هي ايه الديفورميتي بوزيشن، يعني ماينس وديفورميتي والحاجات دي كلها مع بعضها، ان هو واخد الميتاكاربوفلانجيال جوينت في هايبر اكستنشن والبروكسيمال انترفلانجيال جوينت في فليكشن. ده بس يعني مجرد مسمى، يعني مش ما فيهاش حاجه اكتر من كده. يعني الكلو هاند بوزيشن هو الانترنسيك نيجاتيف بوزيشن، تمام. واكتر حاجه بتبقى في الليتر والرينج فينجرز. اللي في بقى تايبس، في تايب 1 و2 و3. عندي مثلا تايب 1 هناخد باسيف فول اكستنشن اوف ذا ريست، هناخد الريست باسيف فول اكستنشن تو ريلاكس سكين اند اكستنسور تندون، عشان اعمل ريلاكسيشن في الاكستنسور تندون وفي السكين بتاع الدورسال. وبعد ما اخد الريست في فول اكستنشن هعمل باسيف فليكشن لكل ايه ميتاكاربو فالانجيال جوينت، هعمل باسيف فليكشن باسيف فليكشن each metacarbofalangeal joint. لو جاب اكتر من 30 درجه، لو جيت وانا عامله full extension of the wrist passively ورحت واخده passively metacarbofalangeal joint في flexion لقيته جاب معايا اكتر من 30 درجه، يبقى في الحاله دي هو type 1. وهعمل repeat الاول كمان مع الفليكشن، هجيب الريست في full flexion واعمل نفس الحاجه، اخد الميتاكارب فالانجيال جوينت في فليكشن، لو لقيته الميتاكارب افزا ميتاكارب فالانجيال جوينت كانت بي فليكسنت بيوند نيوترال بوزيشن، ما جابش اكتر من النيوترال بوزيشن بتاعه، يبقى الليميتيشن سببها دورسال سكار تيشو. يعني انا عامله دلوقتي ايه، عامله فليكشن في ريست فول فليكشن، وبعد كده جيت عند الميتاكارب فالانجيال جوينت عملت له ايه، خدته passively في flexion، تمام. فمش جايب معايا اكتر من neutral position، يبقى هنا limitation بسبب scar. بس السكار هي اخف حاجة، لما اقول limitation نتيجة dorsal scar بدي اخف حاجة. غالبا لو هو كان جاب يبقى يعني تقريبا normal، او يعني المشكلة بتاعته هتبقى minor قوي يعني. طيب type 2 بقى، type 2 اللي هو من البداية خالص لما كنت عاملة passive full extension of the wrist وخدت الميتاكاربوفالانجيال جوينت في flexion، جاب معايا من الأول كده أقل من 30 درجة، ما جابش أكتر من 30. يعني لو جاب أقل من 30 يبقى limitation هنا بقى سببها إيه، dorsal scar زائد deep tissue restriction، dorsal scar زائد deep tissue restriction. ده كده type 2. طيب لو جيت وانا عامله برضو passive full extension of the wrist وجيت عملت flexion للميتاكاربوفالانجيال جوينت لقيته ما اتحركش خالص، لا يبقى ده تجمع كده بقى من الايه، السكار dorsal scar مع intrinsic muscle fibrosis، المسلز كمان fibrosed اللي هي intrinsic muscles of the hand مع subluxation او dislocation للميتاكاربوفالانجيال جوينت، التلاتة مع بعض. يبقى اخف حاجة خالص اللي هي type 1 نتيجة دورسال سكار تيشو، والتانية لا، دورسال سكار تيشو مع ديب تيشو ايه ريستريكشن. ديب تيشو ريستريكشن الريست فين انهي وضع الريست. بص يا دكتورة، اساس التست ده
اساس التست ان انا باخد الريست في ايه؟ في فول اكستنشن عشان تو ريلاكس السكين اند الاكسسور تندون، باخده في ايه؟ فول اكستنشن، يعني اللي هي هايبر اكستنشن تعتبر. تمام، فول اكستنشن يعني اكني باخده في هايبر اكستنشن كده، بعملت ريلاكسيشن الاكستنسور تندون. وبعد كده الميتاكاربوفالانجيال جوينت خدته في فليكشن، كل واحد هاخده على حده كده، هاخد مثلا بتاع الاندكس لو هو عنده المشكله في كل الفينجرز، يعني لو في فينجر واحد هاخد كل واحد اللي فيه المشكله، بس هاخده باسيفلي. هشوف بقى لو جاب اكتر من 30 يبقى غالبا ده تايب 1، بس ليها كماله ان انا بعمل كمان ايه ريست، اخد الريست في فول فليكشن واجرب تاني اعمل فليكشن، يعني يبقى في فليكشن في الاثنين، في الريست والميتاكاربو فالانجل جوينت مع بعض. لو ما جابش اكتر من نيوترال بوزيشن يبقى ده دورسال سكار تيشو. التايب 2 بقى جاب اقل من 30 درجه من البدايه، تايب 3 ما تحركش. تمام، ده الكلاسيفيكيشن بتاع الميتاكاربو فالانجل جوينت هايبر اكستنشن ديفورمتي اللي هي كلو هان او انترنسيك نيجاتيف بوزيشن. البروكسيمال انتر فالانجل جوينت فليكشن، الحاجات دي مش ظاهره. مش عارفة لو عملتها حملتها بي دي اف طيب تظهر، هما تو سلايدز عامة بس الأحسن تكون ظاهرة. لأ عشان أنا هحمل بس كده بي دي اف كده أشوف أجربه، عشان في سلايدز مش ظاهرة هنا في الباوربوينت. ايوه تمام كده ظهرت. البروكسيمال بقى انترفرانجل جوينت فليكشن ديفورمتي، تاني حاجه اسمها بروكسيمال، نركز تاني، بروكسيمال انترفرانجل جوينت فليكشن ديفورمتي، يعني عكس تعتبر اللي كانت ايه، لا مش عكس سوري، هي جزء يعني بروكسيمال انترفرانجل جوينت فليكشن ديفورمتي، يعني عندي ما لهاش علاقه بالميتاكاربول دلوقتي، احنا في على مستوى البروكسيمال انترفالانجيال جوينت، وده جزء من الكلو هاند، جزء منها سببها يا اما اديما زي ما قلنا في الكلو هاند ان في دورسال ميتاكاربو فالانجيال جوينت هايبر اكستنشن، هتعمل بس في انسفيشنسي فتعمل بروكسيمال انترفالانجيال جوينت فليكشن. تمام، طيب يا اما بالمر بقى، في بالمر اديما هتاخد الفينجرز في فليكشن، يعني الاديما يا اما دورسال يا اما بالمر، لو دورسال هتاخد الميتاكاربو فالانجيال جوينت في هايبر اكستنشن، وبالباسف انسفيشنسي هيحصل بروكسيمال انترفرنجيال جوينت فليكشن نتيجه الايه الميتاكاربو فالانجيال جوينت هايبر اكستنشن. طيب لو في بالمر ايديما هي اصلا هتاخد وذرو الفينجرز في فليكشن، فهيحصل ايه بروكسيمال انترفرنجيال جوينت فليكشن ديفورمتي، ده الايديما. تاني حاجه سكار، السكار لو ايه السكار بقى، انه اسبكت السكار اللي ممكن تعمل فليكشن على الدرس على البالمر اسبكت، طبعا لو جايه بالمر يبقى ايه هتشد الفينجر في فليكشن، هتشد البروكسيمال انترفالانجيال جوينت في فليكشن. هي اتقالت لوحدها بروكسيمال انترفالانجيال جوينت، ليه اتقالت لوحدها دون عن الكلو هاند بقى؟ لان هي ليها اسباب اخرى غير الكلو هاند، يعني في اسباب تانية فعشان كده اتفصلت لوحدها. وليها جريدز، اول جريد تايب 1 اهو زي ما احنا شايفين في الصورة دي.
هنلاقي عندي ريتش فول اكستنشن. انا هعمل ايه الاول؟ هعمل باس فليكشن اوف ذا ميتاكاربوفالانجيال شوت. يعني شايفين الجمله اللي فوق دي، هي دي الحاجه اللي انا هعمل، الباس فليكشن اوف ذا ميتاكاربوفالانجيال جوينت. هنا كان عندي ده البوزيشن، ده شكل الديفولت اللي هنا، ده كده شكل الديفولت. انا هاخد الميتاكاربوفالانجيال جوينت في ايه؟ في فليكشن بلس اكستنشن للبروكسيمال انترفالانجيال جوينت تايب 1 اللي جابت اكتر من 30 درجه، سببها سكور نفس الايه، نفس تقريبا التقسيمه اللي احنا قلناها. لو جابت اكتر من 30 درجه هتبقى ايه؟ سببها سكور. طيب لو انا جبت عملت هنا خدت باسيفلي الميتاكاربوفالانجيال جوينت في فليكشن زي ما احنا عاملين اهو، وجيت اعمل اكستنشن لقيت ان هي جابت اقل من 30 درجه، يبقى المشكله سكار على البالمر اسبيكت زائد ديب تيشو كونتراكشر، زائد ديب تيشو كونتراكشر. تايب 3 برضو عملنا فليكشن في الميتاكاربو فالانجيال جوينت، وبعد كده جينا نعمل بقى اكستنشن في الانتر فالانجيال جوينت فيكسد، مفيش حركه خالص. هو ده يعني، مع ان شايفين الشكل ممكن يبقى كل واحد في الاول، بس هنا في موشن وموشن داخله في الاوتر رينج، يعني موشن عاليه. هنا في موشن بس اقل من 30 درجه، لكن هنا فيكسد، اجي احركه مفيش حركه خالص. هنا معناها بقى ان في سبلاكسيشن وتندون فايبروزس، تن فايبروزس وسبلاكسيشن. ما اقدرش اقول هنا مصل فايبروزس، لو تفتكروا في الميتاكاربوفالانجيال جوينت قلنا ممكن يكون فيه انترنسيك مصل كونتراكشر او كده، هنا ما اقدرش اقول لان في ما فيش في الفينجرز مصلز، فنركز في النقطه دي. تالت حاجه بطونير ديفورميتي. البطونير بقى هنا ديت من اسمها بطونير، سموها عشان ايه بقى؟ عشان لما نيجي نقفل الزرار بتاع القميص، اي حد يجي يقفل الزرار بتاعه بتاع القميص او البلوزه، هتلاقوا ايه بقى؟ هتلاقوا في بوزيشن معين بناخده، اللي هو ايه بقى؟ تفتكروا ايه الشكل اللي احنا بناخده واحنا بنقفل الزرار كده في على مستوى البروكسيمال انترفالانجيال والديستال انترفالانجيال جوينتس؟ عملته كده كل واحد يقفل كده الزرار بتاعه، هيلاقي ان البروكسيمال انترفالانجيال جوينت خد فليكشن، والهايبر اكستن والديستال انترفالانجيال جوينت خد ايه؟ هايبر اكستنشن. طب الثمب ما فيهوش ديستال انترفالانجيال جوينت، فالديفورميتي فيه بتبقى ايه؟ فليكشن للميتاكاربوفالانجيال جوينت وهايبر اكستنشن للانترفالانجيال جوينت. شكلها هنجيب الصوره بتاعتها دلوقتي. طب هي suspected امتى؟ لو في dorsal hand and fingers burn، والدبس دايما بيبقى مثلا deep partial thickness او full thickness، يعني دايما بيكون deep burn. اسبابها رقم واحد direct flame injury. direct flame injury هتدخل بقى على extensor apparatus نفسها على level بتاع proximal interphalangeal joint. تاني حاجة، تاني سبب tendon ischemia. التندون هيبقى ترابد ما بين القشر اباف والهيد اوف بروكسيمال فالانكس بيلو. لو تفتكروا زي ما قلنا احنا عندنا ايه، كام فالانكس؟ كان عندي اهو ده الديستال، معلش يعني مش هرسم حلو قوي يعني، بس ايه عشان نفتكر، ده الديستال وده الانترميديت وده اللي هو البروكسيمال فالانكس، صح؟ اتفقنا ان انا عندي اهو، قال لك ده البروكسيمال فالانكس، عندي هنا ده اسمه بروكسيمال انترفالانجيال جوينت، صح؟ الحته دي اسمها ايه؟ هيد اوف بروكسيمال فالانكس، الحته اللي انا عاملاها بالازرق دي. الهيد بتاعه البروكسيمال فالانكس فوقيها قشر والتندون ماشي في النص، فالتندون هيبقى تراب، ده هيحصل تندون اسكيميا، هيحصل تندون اسكيميا. فلما يحصل بقى تندون اسكيميا ايه اللي هيحصل؟ ده كل ده انهو تندون؟ الاكستنسور، تندون بتاع الاكستنسور. ما يحصل تندون اسكيميا يبقى الاكستنسور هيبقى ويك، التندون مش هياخد في اكستنشن، فبالتالي هيروح في بروكسيمال انترفالانجيال جوينت، هيروح في فليكشن. تمام. تالت حاجه ممكن يحصل سليبنج اوف ذا تندون انتيريورلي، التندون يلف انتيريورلي.
معلش ثانية ده كتروح. فالتندون هيحصل فيه اسكيميا، فهياخد ال بروكسيمال انترفرنجال جوينت في فليكشن. تالت حاجة سليبنج اوف ذا تندون انتيريورلي، التندون يلف لقدام نتيجة الانجر نفسها، هيحصل له سليبنج فيحصل فليكشن. رابع حاجة تايت سكار اون ذا بالمر اسبكت اوف ذا بروكسيمال انترفرنجال جوينت، السكار هتبقى فين؟ السكار بتشد في نفس الدايركشن، فالسكار هتبقى على البالمر اسبكت بتاعة الايه بروكسيمال انترفرنجال جوينت. تمام، فاهمين الاجزاء دي ولا صعبة؟ تمام، يعني يبقى الأسباب دلوقتي يا دكتورة شيماء بسرعة كده نقولهم تاني. أول حاجة إن الإكستنسور أباريتس نفسه حصل عليه دايركت فليم، فالبروكسيمال انترفرنجال جوينت هيروح في إيه؟ في فليكشن، لأن الإكستنسورز يعني حصل فيهم حرق بقوا إنجرد. يا إما التندون بتاع الإكستنسور حصل فيه إسكيميا نتيجة إن هو انترابد ما بين القشر وما بين الهيد أوف بروكسيمال فالانكس. تالت حاجة إنه التندون لف ومشي انتيريوري، فبقى هو بقى لما يتشد اصلا بقى بيجيب في فليكشن، التندون نفسه بقى يجيب فليكشن لانه سليبت انتيريوري. رابع حاجه ان في سكار في البالمر اسبكت بتاع البروكسيمال انترفالانجيال جوينت. دي باتونير شكلها اهي، دي الباتونير ديفورمتي، ده اهو الفليكشن بتاع البروكسيمال انترفالانجيال جوينت، وده هايبر اكستنشن بتاع الديستال انترفالانجيال جوينت. الديفورميتي اللي بعدها اسمها مالت فينجر، اللي هي بالشكل اللي فوق ده. المالت فينجر دي بقى هيحصل ثيرمال انجري للتيرمينال سليب اوف ذا اكستنسور تندون، فهيحصل لوس للديستال انترفرنجال جوينت اكستنشن، هيحصل لوس للاكستنشن، فهيجي هيحصل ان ذا فورم اوف ايه فليكشن اوف ديستال انترفرنجال جوينت. يعني مهمة قوي الكوز بتاعها. هنا الكوز كله من الاكستنسور، يعني مفيش سبب فيه من ان في مثلا قلنا دايركت، لا المالت المشكله في الاكستنسور فهيحصل فليكشن. دايما بتحصل نتيجه دايركت ثيرمال انجري على التيرمينال سليب بتاع الاكستنسور تندون، فبالتالي بيحصل ايه ديستال انترفرنجال جوينت فليكشن نتيجه اللوس بتاع الاكستنشن. تمام، في الصنب بيبقى اسمه انترفالانجيال جوينت، في الصنب بيبقى اسمه انترفالانجيال عشان ما فيش غير هو انترفالانجيال واحد. Consider the initial presentation of proximal interphalangeal joint hyper extension deformity. ودي تعتبر ال initial المالت نفسها هي ال initial presentation بتاع ال deformity اللي بعدها، اللي هي اسمها swan neck deformity او بيسموها proximal interphalangeal joint hyper extension deformity. ال swan neck بالمناسبة هي عكس الباتونيير، لسه هنقولها بعد شويه، والبدايه بتاعه السوان نيك هي المالت ديفورميتي اللي احنا بنقولها دلوقتي. نقول الكلام ده تاني على الصوره عشان ايه ما يحصلش لخبطه. احنا قلنا الباتونير من شويه اللي هي فليكشن بتكبف فلانجيال جوينت وهايبر اكستنشن في البروكسيمال في الديستال انترفالانجيال جوينت، فليكشن بروكسيمال انترفالانجيال جوينت وهايبر اكستنشن للديستال انترفالانجيال جوينت. اللي عكس الباتونيير اسمها سوان نيك، اللي هي رقبة الوزة. يعني هنا دي شبه الزرار، واحنا بنقفل الزرار بتاع القميص هنا دي شبه رقبة الوزة طويلة كده، فبتبقى فيها عكس الباتونيير بالظبط، اللي هي ايه هايبر اكستنشن في ال بروكسيمال انترفالانجيال جوينت مع فليكشن في الديستال انترفالانجيال جوينت. المالت بتبقى عبارة عن الفليكشن بتاع الانتر بتاع الديستال انترفرنجال جوينت لوحده، عشان كده بنعتبرها ان هي بدايه السوانك. يعني السوانك ممكن تكون بدايتها هي الانيشال برزنتيشن بتاعها مالت فينجر، كان ابتدى بمالت فينجر وكمل على الجوينت اللي بعده اللي هو البروكسما انترفرنجال جوينت، خده هايبر اكستنشن. سبب المالت بقى ايه؟ دايركت فليم انجري على التيرمينال سليب بتاع الاكستنسور تندون. تاني حاجة تندون اسكيميا،
سكيميا برضو نتيجة النتندو بقى تراد ما بين الإيشر أباف، ومرة دي ما بين الإيشر وما بين البيز بتاع ديستال فالانكس. أدي أهو الديستال فالانكس، وقلنا إن دي ده اسمه البيز بتاعه، ما بين البيز وما بين الإيشر التندون هنا بقى ترابد، فهيحصل loss of extension، وبالتالي ياخد الديستال انترفانجال جوينت في فليكشن. تالت سبب adherence of extensor apparatus and lateral bends of the phalanges. adherence يعني ايه؟ يعني adhesion، هيحصل adhesion، التصاقات، الاكستنسور هيلتصق، extensor apparatus هيلتصق باللاترال bends. اللاترال bends دي ايه بقى؟ فاكرينها؟ هنا عندي اهو التندون ماشي كده، في سنترال سليب وتو لاترال بينز. السنترال سليب بتاع الاكستنسور ديتروم كوميونس ماسل بيبقى هنا انسرتد في البروكسيمال فالانكس، وبعد كده بيبقى فيه تو لاترال بينز بيعملوا تيرمينال سليب، يبقى انسرتد فين؟ في الديستال فالانكس. فهيحصل ادهيرنس بقى للاكستنسور اباريتس كله. او ده السنترال سليب اهو، ده السنترال سليب، وهنا عندي دول تو لاترال بينز بيلفوا كده بيعملوا هنا حاجه اسمها تيرمينال بقى سليب. تمام. طيب السوان نيك بقى، السوان نيك اللي هي قلنا بدايتها كانت ممكن تبقى مالت فينجر، ابتدى بمالت فينجر ويكمل سوان نيك. السوان نيك عباره عن هايبر اكستنشن البروكسيمال انترفالانجيال مع فليكشن في الديستال انترفالانجيال، كومن في انهو فينجرز في الميدل ورير في الايه في الليتل. اكتر فينجر بيحصل فيها اللي هو الميدل ايه فينجر، رير قوي في الليتل. ايه اللي كنا قلنا انها كومن بقى في الليتل والرينج؟ حد فاكر؟ حد فاكر قلنا في حاجه في ديفورميتي كانت كومن في الرينج فينجر والليتل فينجر؟ حد فاكرها؟ كلو. بالظبط كده، الكلو هاند. الكلو هاند هي اللي كانت كومن في الرينج والليتل، انما اللي رير بقى اللي عكسها خالص، السوان نيك رير في الليتل والسوان نيك كومن في الميدل. تمام. طب الكوزس بقى، اسباب السوان نيك ديفورمتي. اسباب السوان نيك ديفورمتي انه بيكون في دنس سكار دورسال للبروكسيمال انترفالانجيال جوينت. هنيجي عند او البروكسيمال انترفالانجيال جوينت ديس دورسال، ليه عند دورسال اسبكت بتاعه هيكون في دنس سكار، سكار بس تكون دنس يعني عشان يحصل الديفورمتي دي. دورسال ادهيرنس اوف اكستنسور ديجيتورم كوميونس تندنز ات ذا ريست، على مستوى الريست هنلاقي ان في ايه ادهيرنس الاكستنسور كوميونس تندنز يعني ادهيجنز، اور ذا هاند ليفل سو ذات وين ذا ريست از فليكسد ذات ادورسال تينوديزيس هايبر اكستنشن اوف بروكسيمال انترفانجيال جوينت. اوكي يعني ايه؟ يعني انه يا اما ممكن على مستوى الهاند يعني في دورسال ادهيرنس للاكستنسور تندون على مستوى الريست او على مستوى الهاند. فاول ما يجي so that when the wrist is flexed، اول ما يجي يعمل فليكشن في الريست هيحصل حاجه اسمها dorsal tenodesis، او احنا عارفين الاكشن زمان لما كانوا بيقولوا ان لما حد يجي يخبط حد بسكينه بيروح تنيله الريست بتاعه كده ياخده في فليكشن عشان يحصل dorsal tenodesis، فيحصل هايبر اكستنشن او لا اراديه في البروكسيمال انترفالنجال جوينت، فالحاجه دي تقع من ايده. هي بالظبط كده اللي كنا بناخدها في البايوميكانكس في سنة أولى وتانية، اللي هي إيه؟ إنه بيحصل ما ينفعش إنه يبقى نفس التندون ستريتشد على التو جوينتس. تالت حاجة بقى ischemic contracture of the intrinsic muscles. ischemic contracture of the intrinsic muscles، ان المسلز بقى اللي هي الامبريكالز والانتروسياي وكل الانترنسك muscles هيحصل فيهم كونتراكشر، هم نفسهم هيبقوا كونتراكشر، فبالتالي هيشدوا على البروكسيمال انترفالنجال جوينت في ناحيه الهايبر اكستنشن، ويحصل معاه فليكشن في الديستال انترفالنجال جوينت. رابع حاجه
adhesion of the intrinsic tendons or muscles at the level of metacarbophalangeal joint. Adhesions على level بتاع metacarbophalangeal joint هيعمل hyper extension of the proximal interphalangeal joint. يعني هو الادهيجن على مستوى الايه، على مستوى الميتاكاربوفالانجيال جوينت، بس هتاخد الايه البروكسيمال انترفالانجيال جوينت في هايبر اكستنشن. خامس حاجه جوينت ستيفنس، الجوينت نفسه بقى ستيف نتيجه الايه امبروبر ايموبلايزيشن. يعني احنا بقى البوزيشننج هنا هو الدور بتاع الفيزيوثيرابيست، البوزيشننج بقى بتاع الجوينتس والكلام ده كله لازم يكون ايديال وبروبر عشان ما يحصلش joint stiffness. فبرضو ممكن نتيجة ال improper immobilization يحصل proximal interpharyngeal joint hyper extension. طيب هنا ده الملخص بتاع ال hyper extension of proximal interpharyngeal joint أو Swan neck، إن هو بيحصل due to loss of volar support. يعني هنا نتيجة loss of volar support يعني injury للفليكسور تندون أو ischemia في الفليكسور تندون. والفليكشن بتاع ال distal interphalangeal joint بيبقى accompanied with the injury of extensor distal interphalangeal joint أو passive insufficiency. يعني يا إما بيحصل نتيجة إن ال proximal interphalangeal joint راح في hyper extension ف passive insufficiency خدت ال distal interphalangeal في flexion، يا إما إن في accompanied extensor injury مع ال flexor injury اللي هي يعني في فليكسور على مستوى البروكسيمال انترفرنجال جوينت وفي اكستنسور على مستوى الديستال انترفرنجال جوينت. دورسال هودينج ديفورميتي اور سيندكتايل. سادس ديفورميتي هي بقى الدورسال هودينج اللي هي ايه رجل البطه، ان هو حصل لوس اوف دورسال ديجيتال ويب سبيسز. الديجيتال ويب سبيسز انا عندي اهو شايفين الشخص ده في الويب سبيسز فقدت، حصل كونتراكشرز كده ما بين الصوابع من بعضها، يمكن هنا اكتر حاجه ظهر شبه بيشبهوها برجل البطه، فعشان كده بيسموها دورسال هودينج، بيسموها دورسال هودينج ديفورميتي او سيندكتايل. يبقى هي loss of dorsal digital web space، dorsal loss of dorsal digital web spaces. سببها inadequate positioning of the fingers or the thumb following dorsal hand burn especially لو كان deep partial sickness أو full sickness، يبقى improper position هو كان السبب الأساسي دايما. الرول of PT هنا preventive، لازم يبقى preventive عشان نمنع أصلا إنها تحدث، عشان كده إحنا بنقول ال proper positioning مهم ليه عشان نمنع أصلا ال deformities دي. أول ما الإديمة subside هنعمل positioning للميتاكاربوفالانجيال جوينت في فليكشن، ناخده في فليكشن ميتاكاربوفالانجيال جوينت حوالي مثلا 65 70 درجة، ونعمل abduction of the fingers and thumb in ايه and the thumb والthumb يبقى في ايه في palmar abduction. ناخد abduction للfingers و thumb palmar abduction. تاني حاجة apply wound bandage to position the spaces on stretch. هنجيب bandage ونخلي الويب سبيس نلفها كده على الويب سبيسز. مش عارفه في صوره اللي كده ولا لا. اهي البنداج شايفين، لازم ناخد نخلي الويب سبيسز انتكت كده، نلف حوالين الفينجرز وبعضها during bandage، او ان احنا نستخدم ويب سبيسر. ويب سبيسر زي الشكل ده اهو، يبقى في spaces ما بين ال web spaces وبعضها. ال curative rule بقى، ال curative rule هنا في حاجة اسمها ذات incision. ال surgeon بقى زي ما احنا شايفين علامات العلامات الدكتور اصلا عاملها هنا، يعملوا فيها زد incision، يعملوا حرف الزد كده ويخيطوا، بيفتحوا بشكل حرف الزد ويخيطوا. وطبعا اشمعنى الزد هنا؟ لقوا ان هي يعني اكتر حاجه بتقلل الوند، يعني ليها بروسيجر معينه ممكن لو حابين انزل لكم فيديو خاص بيها.
بالمر كابينج ديفورميتي، دي الديفورميتي السبعة. الكونكيفيتي اوف ذا هاند ترانسفيرس اند لونجيتودينال بالمر ارشز اكسنتويتد، يعني بتضعف او تقل، هيحصل كابينج اوف ذا بالم ديفورميتي، هتبقى شكل الكب، الهاند هتبقى شكل الايه، الكوباية، هتبقى الكونكيفيتي بتاعتها زايدة لجوه كده. ده دايما بيبقى نتيجة كونتاكت بيرن على البالم، يعني مثلا طفل راح حط ايده على المكوة مثلا، او حط ايده على البوتاجاز وهو سخن جامد، هيحصل كابينج، ممكن يحصل يبقى سبجكت لكابينج ديفورميتي. وهي باي ميكانيكالي بتبقى اسوشيتد ويز هايبر اكستنشن اند اوف ذا ميتاكاربوفانجيال جوينت اوف ذا ثامب. هايبر يعني باي ميكانيكالي، كده كده دايما بيحصل ايه، الميتاكاربوفانجيال جوينت اوف ذا ثامب بنلاقيه واخد هايبر اكستنشن مع الكاب دي نتيجة الباي ميكانيكال ستراكشر. In addition to these deformities ممكن يحصل sensory deficit و loss of stable grasp، يعني الجراسب كمان هتتأثر. زي هنا كده شايفين اهو، الميتاكاربوفالانجيال جوينت واخد هنا، دي كبت هاند اهي، والميتاكاربوفالانجيال جوينت جاي في هايبر اكستنشن، دي طبعا سيفير ديفورميتي. هنا يعني اقل شويه في طفل اهي، يمكن كابينج، بس ايه، مش سيفير زي دي. سكار باند ديفورميتيز، السكار باند بقى دي ايه، انه وونس كروس لاينز اوف تنشن، المفروض ان احنا عندنا الكروس لاينز تنشن ران بيربنديكولار تو ذا اكسس اوف ذا جوينت، الباندز بقى فريكوينتلي كروس مالتيبل ادجيسنت جوينتس، وهتلاقيها ات ذا بوردر اوف ذا سكين جرافت، وفي الاريا اللي هي هيلد بالسكند انتنشن. اكزامبل مثلا كومن سكار باند زي الدورسال ويب سبيسيس، او الدورسال لاترال سيرفيس اوف ذا ثامب والليتل فينجر، والبالمر سيرفيس بتاعت الفينجر، بالمر سيرفيس والليتل فينجر، او سكار باند هنلاقي فيه ايه، فيه كده زي ايه، زي كده كورد كده، سكار باند ديفورميتيز. هنا ده التفسير بتاع A و B. A اللي هي scar band of the dorsal web space with resultant loss of web space expansion may create functional impairment. بس في فرق بينها وبين السندكتايلي طبعا، واضح يعني. هنا يعني هنا زي ايه، زي كورد ماشي كده، فعامل افكشن للويب سبيس مش عارف يفتح قوي، انما التاني اصلا كان السبعين ملزوقين في بعض، ففي فرق بينهم يعني. الصورة التانية بي بالمر اند لاترال بندنج اوف ذا فيفث ديجيت ريزلت ان فليكشن اند النر ديفيشن، بالمر اند لاترال بند. هنلاقيها واخدة ايه في honor deviation. طب الصور دي ايه، دي ايه بقى الصورة ايه، انهو deformity. لا ايه، مش بطنير، انت بص على مستوى ال ماشي، ان هي فليكشن، ما لا بس فين برضو البطنير، شاوريلي كده. كلو هاند، ايوه بالظبط بالظبط يا دكتور خالد، هي دي كلو هاند بوزيشن، ده كلو هاند ديفورمتي. طب دي بقى، دي هنلاقي يعني واخده الميدل فينجر بالذات، لو بصينا على الميدل فينجر هنعرف على طول هي انهو ديفورمتي، دي انهو ديفورمتي. الـ
البطن اير اللي هي الفليكشن بتاع البروكسيمال انتر فالانجيال جوينت مع هايبر اكستنشن في الديستال، انما هنا سوانك سوانك، ايوه بالظبط كده. طيب انا والله لسه بفكر فيها، عمال اقول هما ليه كاتبينها، اصل هما كاتبينها فعلا في البتاع سونيك، انا لسه بفكر فيها يعني. بصي عندي اهي مكتوبة، بسم الله، نوت على باتونير، دي باتونير مش سونيك، معلش عشان في حد كان معدي جنبي كنت سرحت كده شوية. فدي دي باتونير، دي باتونير ديفورمتي اللي هي الفليكشن في البروكسيمال انترفالانجيال جوينت مع هايبر اكستنشن في الديستال انترفالانجيال جوينت. هنا كابينج اوف هاند، التالتة طبعا كابينج اوف هاند واضحة جدا، يبقى الأولانية كانت كلو هاند، التانية باتونير اوف ذا ميدل ديجيت، والتالتة بالمر كابينج ديفورمتي. طيب تالت مشكلة، يبقى احنا قلنا كام مشكلة؟ إديما، تاني حاجة ديفورمتيز، واتكلمنا في الديفورمتيز يمكن كتير شوية. تالت مشكلة هي loss of specialized hand function. loss of specialized hand function يعني أهم حاجة إن احنا نعرف الحاجات الأساسية اللي فيها. أول حاجة loss of skin sensation، إن ال skin sensation ممكن يتأثر، وال skin sensation لما يتأثر ممكن يأثر على ال function نفسها ويأثر على fine motor skills. وفي بعض الاستاذز قالت ان بعد السكين جرافت اكتر وقت بيرجع، او اول وقت بيرجع في السنسيشن افتر 1 مانث بوست جرافت، ده اللي هو loss of skin sensation. finger nail deformities، الفينجر نيل deformities طبعا اللي هو الضوافر ممكن تبقى involved وتبقى damaged، ممكن تتكسر خالص او ممكن يعني ايه تفقد خالص، فالفليشي بالب بتاع الفينجر هيبقى ظاهر ومش هيبقى فيه سبورت ليه. الفينجر نيلز ربنا سبحانه وتعالى خالقها شكل كوزمتيكلي كويس، تاني حاجة ان هو بيعمل ستابيليتي للفينجر تيب، فلما تفقد الحاجتين دول فقدوا، وبالتالي هتأثر برضو على الفاين موتور ديكستريتي. تالت حاجة الـ peripheral nerve injury. الـ peripheral nerve injury دي بالذات تحصل فين؟ في أنه طيب بقى من الـ burn في الـ electrical. أكتر حاجة تحصل مع high voltage electrical injuries. ليه؟ لأن الـ nerves هي أكتر حاجة الـ resistance بتاعتها قليلة للـ electricity، يعني هي أول حاجة الـ electricity تمشي فيها. الـ neural tissue has a very low resistance to electric current، فبيبقى more susceptible to injury. الهاند فانكشن ممكن تتأثر نتيجة السبوينال كورد انجري. الالكتريسيتي انتوا عارفين لما خدتوا الشيت ان الالكتريسيتي بتعدي في الجسم، فممكن تمر يعني مثلا من الهاند للهاند، فممكن تعدي في النص تعمل انجري في الستراكشرز، الانترنال ستراكشرز. فلو عملت مشكلة في السبينال كورد ممكن تأثر على النيرف. البريفرال نيرف دامج تالت حاجة، ان هو برضو من الدايركت انفلوينس اوف ذا كارنت، يعني في الكارنت في نفس المكان ممكن يأثر على المكان بتاع النيرف اللي موجود في نفس المكان اللي حصل فيه الايه الانجري. نتيجة الدايركت انفلوينس بتاع الكارنت او نتيجة السويلينج. في ايه تاني؟ في ان هو نتيجة الهيت بتاع الكرنت وهو ماشي بيعمل هيت، فالحرارة دي هي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل دامج للبريفرال نيرف، ممكن تكون immediate او ممكن تكون delayed. delayed بقى بتبقى فيه thrombosis local vessels فتعمل local damage. الميديان والالنر نيرفز هم اكتر حاجة ممكن يحصل له فيهم injury نتيجة الالكتريكال burn.
يبقى في السبيشاليزد فانكشن قلنا اول حاجه السكين، تاني حاجه النيلز، ثالث حاجه البريفرال نيرف انجز، رابع حاجه هيتيروتروفيك اوسيفيكيشن. مش عارفه انتوا عارفين المصطلح ده، اخدتوه اكيد، خدتوا قرصه. هيتيروتروفيك اوسيفيكيشن انه انه بيحصل ان بيبقى فيه بون عند مكان فيه سوفت تيشو، يعني يحصل فورميشن في نيو بون ان سوفت تيشو surrounding the joint أو within the joint capsule أو ligament أو يكروس الجوينت، يعمل بريدج فوق الايه، فوق الجوينت. بالظبط. الهيتيروتروفيك اوسيفيكيشن بيحصل دايما لو ال full thickness burn اكتر من 20%، او البيشنت مثلا كانوا المفروض يعملوهم جرافت وهما remain ungrafted لفتره طويله، هما دول اكتر حاجتين ممكن يحصل فيهم هيتيروتروفيك اوسيفيكيشن. وطبعا هي العلاج بتاعها يا اما بتسبسايد لوحدها يا اما العلاج بتاعها باي سيرجري. في الاسسمنت في الهيستوري طبعا مثلا انا كاكيوت هشوف الدبس، هشوف الديوريشن امتى بيرن حصل، السيرفيس واخده انه سيرفيس والدبس والكلام ده كله. هعرف الدكتور الفيزيشن ايه الكورس اوف مانجمنت اللي عمله. لو بوست اكيوت هنشوف امتى الوند اتقفل وكان هاو ات واز كلوزد، لان احيانا الوند بيقفل برايمري انتنشن او سكندري انتنشن، يعني يا اما بيقفل لوحده عادي يا اما بالدريسنج والحاجات دي العاديه بيقفل، يا اما بيحتاج اوبريشن فبيبقى فيه سكندري انتنشن. وبنشوف ايه الميجرمنت اللي عملها الدكتور الفيزيوثيرابيست قبل كده، لو هو عمله بي تي اسسمنت بيفور ذات. ريكونستراكتيف فيز بقى اللي هو ان هو افتر سيرجري، امتى السيرجري اتعملت وايه نوع السيرجري و ايه اخبار الوند هيلينج للبيشنت ان ذا بوست، كان يعني هل الوند هيلينج عنده كان كويس ولا هو مثلا دايابيتك فبيحصل عنده امبيرمنت في الوند هيلينج. طيب points to be considered in the assessment of the hand burn، احنا كده قلنا الهيستوري. طب في الاسسمنت بنشوف ايه؟ بنشوف ايديما اسسمنت، واحنا اتفقنا ان احنا مين اللي هنا في البرن بنعملها بالساينز اوف كومبارتمنت سيندروم، صعب ان انا اجيب بقى سيركمفرنشال ميجرمنت والكلام ده كله، هنا دايما بالساينز بتاعت كومبارتمنت سيندروم. تاني حاجه البرن سيفيريتي اندكس اللي هو اتغطى في السكشن وفي المحاضرات بتاعت البرن شيت. تالت حاجه الوند اسسمنت زي ما احنا اخدناها في محاضره الوند اسسمنت في السكين ديزيز. ورابع حاجه الرينج اوف موشن اسسمنت. الرينج اوف موشن اسسمنت عادي خالص بالجونيومتر، او في طريقتين كده هنجيبهم في السلايدز الجايه. ورابع حاجه خامس حاجه ماسل تيست، والماسل تيست دايما في البرن بيبقى ايه نوع الماسل تيست ايه؟ دايما الماسل تيستينج في حالات البرن بتبقى ايه يا اولاد؟ فانكشنال. بالظبط دايما بيبقى من فانكشنال ماسل تيستينج. واخيرا بنعمل اسسمنت الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، يعني كل الحاجات دي من الشيت، الكلام ده كله من الشيت. قربنا ان شاء الله يا دكتور، قربنا ان شاء الله. الرينج اوف موشن اسسمنت بيبقى باي جونيومتر، هنا دي النورمال، يعني النورمال اكتيف موشن والباسيف موشن، الارقام بتاعتها يعني مش اكتر، مش مهمه ان احنا نحفظها يعني، بس جاست كده نفتكرها. التريسنج ميثود فور رينج اوف موشن اسسمنت، شايفين الجزء ده، ده الميدل فينجر، ده اللي هو اللاند مارك بتاعتي. اول قياس نمبر 1 هو اللي هو الخط الكامل، انما المنقط ده القياس الثاني، ده نمبر 2. رقم 1 اهو حطينا الهاند كانت بالشكل ده، الابدكشن بتاع هنا عشان نقيس الابدكشن، الابدكشن بتاع الفينجرز كان كده. في المره الثانيه شوفوا الابدكشن كبر ازاي، يعني في المره الاولانيه كان القياس ده كده، لكن في المرة التانية كبر، وهكذا. يعني مهم ان احنا نثبت المكان اللي احنا بنعمل فيه كل مرة
اللي هو الميدل فينجر يبقى ثابت نفس المكان. تمام، دي تريسنج ميثود فور ايه ديجيتال ويب سبيسز. طب الجايد لاينز فور تريتمنت اوف هاند بين، نصها برضه واخدينه قبل كده فما تخافوش، مش هنطول في التريتمنت بقى. احنا يعني انا دلوقتي فاضل لي 10 سلايدز، هي كانت 60 سلايد خدنا الحمد لله 50. الجنرال جايد لاينز فور تريتمنت بقى بتاعت الهاند بيرن، رقم واحد الايديما تريتمنت. الايديما زي ما احنا اتفقنا هنعمل اليفيشن وبامبنج اكسرسايز. نمبر 2 البيرن اند ووند كير بقى، البيرن اند ووند كير من ديبريتمنت ودريسنج وفلويد ريسسيتيشن، الحاجات اللي هي الميديكال بالنسبه لنا احنا بقى. احنا طبعا كفيزيوثيرابيست برضو بنشارك في الدريسنج، يعني الناس اللي بتبقى بتشتغل في المستشفيات بتاعت الحروق بتشارك في الدريسنج برضو، وعندهم علم كويس بالدريسنج وبيشاركوا فيه. الفيزيشن والنيرس والفيزيوثيرابيست كل ده بيعمل دريسنج للبيشنت، لان انت قبل الجلسه وبعد الجلسه في اوقات بنشيل فيها دريسنج، نعمل اكسرسايز ونرجع تاني دريسنج اند سو، فالفيزيوثيرابيست انكلودد دايما في الدريسنج. طيب الموداليتيز فور ووند هيلينج، بنستخدم موداليتيز فور ووند هيلينج طبعا هتتقال في محاضره كامله او ممكن تكونوا خدتوها بالفعل. والسكار مانجمنت برضو هتتقال في محاضره السكار اللي هي الهايبرتروفيك سكار. احنا كفيزيوثيرابيست اهم حاجه ان احنا هنستخدم موداليتيز فور ووند هيلينج، وهنستخدم موداليتيز فور سكار مانجمنت اللي هي البريشر جارمنت مينلي، وهتاخدوها في الهايبرتروفيك سكور. ده كده بيرن اند ووند كير. تالت حاجه البوزيشننج، هنا بقى البوزيشننج اند سبلنتنج اللي هو السيف بوزيشن، زي ما الدكتوره في دكتوره قالت لنا في اول المحاضره ان السيف بوزيشن بتاعي هو الانترنسيك بلس، الانترنسيك بلس اللي هو اسمه كلام ديجر بوزيشن. الكلام ديجر بوزيشن اللي هو الفليكشن في الميتاكاربو فالانجيال جوينت والاكستنشن في البروكسيمال انتر فالانجيال جوينت. هنا قال لك السيف بوزيشن ان امبلايزيشن اللي هي بيسموها ايه، بي او اس اي، بوزيشن اوف سيف امبلايزيشن، الاختصار بتاعها بوزيشن اوف، البي جت وحشه قوي، بوزيشن اوف سيف امبلايزيشن. تمام، هنا في سبيسيفيك بوزيشن اوف سيف امبلايزيشن فور افري جوينت، كل جوينت ليه كده بوزيشن سيف ليه. سيف ليه ايه؟ ان هو ما بيبقاش فيه كونتراكشر ولا ستيفنس ولا ليميتد رينج اوف موشن يحصل نتيجه هذا البوزيشن. تاني حاجه ان هو بيتيك ان كونسيدريشن الجوينت ستراكشر والانترنسيك ماسلز والكولاترال ليجمنت، انها تبقى تو سم وات ريلاكسد، يبقى انا بحافظ على الستراكشرز انها تو سم وات تكون ريلاكسد وفي نفس الوقت ما يحصلش ستيفنس. فالسيف بوزيشن بتاع الهيد اسمه انترنسيك بلس او كلام ديجر بوزيشن، اللي هو عباره عن metacarpophalangeal joint positioned in flexion والproximal interphalangeal joint والdistal interphalangeal joint positioned in extension بالشكل ده. اهو عندي طبعا انتوا عارفين الفرق بين الـ anti deformity position والسيف او الفانكشنال position. السيف والفانكشنال دول حاجه واحده، انما الـ anti deformity position حاجه ثانيه. عارفين الفرق ما بينهم كويس؟ الفرق ما بين الانتي ديفورميتي بوزيشن والسيف بوزيشن ان الانتي ديفورميتي ايه، بيبقى عكس الديفورميتي بالظبط. يعني لو انا عندي دلوقتي في ميتاكاربو فالانجيال هايبر اكستنشن وبروكسيمال انتر فالانجيال اللي هو الكوهان، يبقى انا لازم اجيب الميتاكاربو فالانجيال في فليكشن والانتر فالانجيال في اكستنشن، يبقى انا كده عكس الديفورميتي، انتي ديفورميتي بوزيشن. لكن السيف او الفانكشنال اللي هو الحاجه اللي فيها المواصفات اللي احنا لسه قايلينها، لا بتحافظ على الاستراكشرز وبتمنع الاستيفنس في نفس الوقت. طب هنا في رينج، شايفين في ميتاكاربو فالانجيال جوينت مثلا، ميتاكاربو فالانجيال جوينت فليكشن من 60 ل 90 درجه، امتى اعمل 60 وامتى اعمل 90؟ اكيد مش كل البيرن زي بعضه،
لو عندي دورسال، تفتكروا لو انا عندي دورسال هاخد انهي رينج؟ يعني لو عندي دورسال بيرن وعندي بالمر بيرن، الدورسال هحط الميتاكاربو فالانجيال جوينت في ايه، والبالمر هحط الميتاكاربو فالانجيال جوينت في ايه؟ بالظبط، الدورسال هحطه في 90 درجة، لكن البالمر هحطه في 60 درجة، عكس الايه الديفورميتي ما بتشد السكين. والريست كذلك برضو، يعني الريست برضو بناخده هنا. ده الكلام ديجر، الكلام ديجر ده الشخص ده اللي هو بيحفر حافر المحار، يعني بيقعد يحفر في الأرض ويطلع المحار. فهما الشكل الشوكة بتاعته، شايفين شكل الشوكة عامل كده كده، اللي هي ايه اللي اهو الميتاكاربو فالانجل جوينت 90 درجة فليكسد، والانتر فالانجل جوينت اكستندد. طبعا البوزيشننج بقى بتاع الهاند في الشكل ده بسبلنتنج بمختلف الماتيريالز بتاعها، يمكن ده اكتر سبلنت اهو موضح ال intrinsic positive position اللي هو السيف بوزيشن. اهو هنا برضو functional position of the hand، هو ده برضو الشكل بتاعها، يعني عشان الشكل ده محدش ينساه. طب لو انا عملت incorrect position during immobilization وعملت incorrect position، هيعمل ايه؟ هيعمل shortening لل collateral ligament، فبالتالي يحصل stiffness لل hand و contracture، ولما يحصل stiffness و contracture هيحصل loss of hand function. فاحنا هنخلي الكولاترال ليجامنت تبقى في بوزيشن اوف ستريتش عشان نعمل ليميتيشن للشورتنينج، اللي هو البي او اس اي اللي هو بوزيشن اوف سيف امبولايزيشن، بيخلي لي الكولاترال ليجامنت في بوزيشن اوف ستريتش. طيب as soon as possible، لازم نعملها early as possible، لازم تتعمل بدري قدر الامكان. بريشر ثيرابي رابع حاجة، رابع حاجة بنعمل بريشر ثيرابي ليه؟ حاجتين، للإديمة والسكار. الإديمة عشان لو في كومبارتمنت سندروم طبعا ما بعملش بريشر خالص، نو واي، ما فيش كومبارتمنت سندروم، ممنوع الكومبريشن، بس ممكن نستخدمها لو ما فيش كومبارتمنت سندروم، ممكن نستخدمها تو كنترول الإديمة. زي ما احنا قلنا الشروط بتاعتها في الدريسنج، ان لو الإديمة مايلد ونوت فلكتويتنج. For scar and hypertrophic scar management في الكرونيك ستيج بقى ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم pressure therapy. طيب رقم 5 exercises. ال exercises هستخدم activities of daily living، لازم اشتغل على ال function اهم حاجة. تاني حاجة ممكن نستخدم underwater exercise، بالتفاصيل هتاخدوها في التطبيق بإذن الله. بنستخدم انتر ووتر اكسرسايز، الميزه بتاعتها ان هي بيبقى بنستخدم الريزيستنس بتاعت الووتر، فبتديني هي اللي بتديني الريزيستنس في الاسترينثنينج. وطبعا التفاصيل هتاخدوها كلها في السكشن. اسيستيف تولز، الاسيستيف تولز لازم تبقى انكلودد معايا، كويدج، كسمول بول خليه يعمل جراسب عليها، كفينجر لادر يعمل فليكشن. اوكيبيشنال ثيرابي مهم جدا عشان الفاين موتور اكتيفيتيز، نستخدم الاوكيبيشنال ثيرابي. ستريتشنج وسترينثنينج، نعمل ستريتشنج للاستراكشر طبعا الشورتند، وسترينثنينج للحاجات الويك. وده سكشن اكسرسايز ثيرابي برضو هتاخدوه كامل في كل حالات البيرن، سواء هاند بيرن او اي او نيك بيرن، زي ما احنا اخدنا في المحاضره الاولانيه، هتاخدوا التفاصيل بتاعت الحاجات دي ان شاء الله. طب الاكسرسايز كونترا انديكيتد امتى بقى؟ لو في كومبليت اكسبوزد تندون او تندون رابشر. احنا عارفين في الهاند التندونز ممكن الانجري، يعني السكين يبقى في درجات، ممكن يوصل للتندون البرن، ممكن يوصل للتندون. فلو التندون اكسبوزد كومبليتلي، يعني في حاجه اسمها كومبليت اكسبوجر اوف ذا تندون، في حاجه اسمها باتون هول اكسبوجر، يعني زرار كده، حاجه قد الزرار، حته مدوره قد الزرار، هي اللي اكسبوزد. لو هي completely exposed في الحالة دي مش هينفع نعمل exercise. ليه بقى لو completely exposed ما بعملش exercise كده؟ لو حد مصح صح يلا قربنا نخلص الحمد لله.
انا صوتي خلاص يعني، حد عارف؟ طيب يا جماعة، لو التندون completely exposed ليه ما اعملش اكسرسايز؟ to allow healing. ما فيش فيه ميه. ايوه هو دراي، هو دراي جدا، هيكون فراجايل بالظبط، هيبقى دراي وفراجايل، فممكن يحصل رابشر يعني بسهولة جدا، ممكن يحصل فيه رابشر. فطبعا احنا عايزين نمنع الحاجة دي، وكمان لما يكون فيه اكسبوز تندون سواء حتى باتون هول او اي حاجة، لازم يكون فيه دريسنج على طول عشان الانفكشن، لازم يكون متغطي. ففي بريكوشنز حتى لو هو باتون هول، في بريكوشنز للاكسرسايز فيه. الثيرابيوتيك موداليتيز اللي ممكن تستخدم في هيدروثيرابي اللي هو وايرل بول او هابرد تانك، دول تو بروموت وند هيلينج، بيستخدموا، ممكن يستخدموا كمان في الديبريدمنت، احيانا بيستخدموا الهيدروثيرابي في الديبريدمنت برضو بالتفاصيل، هتاخدوهم الاثنين الهيدروثيرابي والبارافين اللي هو النقطة التانية في السكيشن. البارافين بقى، البارافين عشان فور هاند ستيفنس او فور بري كونديشننج بيفور الاكسرسايز، يعني الاولاني الهيدروثيرابي فور وند تو بروموت وند هيلينج، انما السوبرفيشال هيت اللي هي البارافين فور هاند ستيفنس وفور بري كونديشننج بيفور اكسرسايز. تالت حاجه الكونتينوس باسيف موفمنت، في يعني اراء بتقول ان هو بيعمل جريتر تنسايل سترينث اند بيتر الاينمنت اوف كولاجين may result from continuous passive movement. يعني لو عملنا continuous passive movement هيجيب لي tensile strength للكولاجين عالي. و suggested طبعا following flexor tendon repair and thermal injury involving the hand. رابع حاجة ال electrical stimulation. ال electrical stimulation أنا جبت two examples بس أو حاجتين بس هنا، اللي هو بيستخدمه في ال high voltage بالزت كارنت للإديمة عشان أقلل الإديمة فورميشن، to reduce post traumatic edema formation. تاني حاجة neuromuscular electrical stimulation NMES اللي هو النمس can be used during the post acute and reconstructive phases of burned hand management as an adjunct to exercise and ADL. يعني احنا ممكن نستخدمه في البوست اكيوت او في الريكونستراكتيف فيز، يعني بعد العمليات. ليه بقى كل ده؟ تو بروموت اكتيف تندون جلايد، يعني احنا بنستخدمه تو بروموت اكتيف تندون جلايد. في بحث قال ان لو استخدمته as early as 3 weeks post burn او 1 week post surgery اللي هي after skin graft، يعني بي بروموت اكتيف تندون جلايد. وان هو على اللونج فينجر فليكسور ماسل during grasping exercise مثلا بيحسن الفيست جدا، يعني لو في نشتغل بيه على اللونج فينجر فليكسورز هيحسن لي الفيست. دي النتائج الايه الابحاث اللي اتعملت عليه. طب لو استخدم قد ايه؟ لو استخدم كل يوم من 15 ل 30 دقيقه. following release of joint contractures برضو النمس كان بيوز تو امبروف ماسل بيرفورمانس، بعد عمليات الريليز بتاعت الجوينت كونتراكشن بيستخدموا النمس تو امبروف ماسل بيرفورمانس، يحسنوا الماسل بيرفورمانس. وكده الحمد لله تم على خير. لو في حاجه مش مفهومه او كده اتفضلوا يا دكاتره، سواء في المحاضره بتاعت الفيشيال او الهاند بيرن. أنا هقفل الريكورد بقى عشان كده المحاضرة كفاية.